يا مغترين صرتوا تعرفونا تعبنا تفوفوا تعبونا، وإذا رح تسألونا ليش شفنا مشاريع المنابر شيرونا، جينا على وجبنا مواهب طلعونا ونزلونا وعطينا أسماء الله وهبنا، وإذا كان فينا أصمة وأخذونا بدنا نقدر شوي سببنا، ببعض الأسئلة ما تحرجونا، وإذا بالحفلة الأولى تعبنا إن شاء الله بحفلة الليلة بنقدر نقوم بواجب اللي استقبلونا. طيب الدليل زرورها فرش طبقها وما نعيش شوكها يأذي حبقها، وإجا إنسان عنا أبو حفر ما خلك نوز فيها تسرقها، الدنيا دورها فرش طبقها وما نعيش شوكها يأذي حبقها، وإجا إنسان عنا أبو حفر ما خلت نوز فيها تسرقها، والشجر لما ورقها صار اصفر اجا تشرين شلعها ورقها مثل ما البرق بالسيف المجمر ضرب شمسية العقل وخزقها. الشجر لما ورقها صار اصفر اجا تشرين شلعها ورقها مثل ما البرق بالسيف المجمر ضرب شمسية العقل وخزقها، وكراسي الارتجال كل منبر لانه الجهل بالعلم اخترقها، معي جايب العاشر شفو خنجر يا بذكر عيش عم شبشب قصيدي يا بحسب بعد الله خلقها. اوه بلادي زرعت بشعري حماسي لانه طابها بيظهر اداتي، بعد ما الشرق كانت مناره نزف من جرحها دم التعاسي، لانه بعد ما فلت الجاره تتغيات درجان السياسي، معهم اقتصاد لحضارة حزم بالوزارة وبالرئاسة، وبدو الشام اسلام ونصارى رئيس يكون مثل صغير قاسي يصف بكرسته رأس الوزارة مثل ما كان موسى تخيب قبله لشعر المنبر صف الكراسي. بدو الشعب اسلام ونصارى رئيس يكون مثل زين قاسي صف كراسي الوزاره مثل ما كان
موسى الغيب قبله لشعر المنبر يصف الكراسي وبزدني حبستين على التوالي دفع الناس حق الكرسي بزدني حبستين على التوالي دفع الناس حق الكرسي وإجا المهنة بيحب يسمع تحدي يرجف ركاب الليالي في شعرة بحالها بتحس تزرع عجرم يزهر ويحد جهالي وأنا دخل بالتاريخ يلي يجمع ما بزرع غير تفاح ودوالي في شعرة بحالها بتحس تزرع عجرم يزهر ويعود جهالي وأنا دخلت التاريخ يجمع ما بزرع غير تفاح ودوالي في شعرة طوبها بدها تلقح وأنا ما اعتدت تلقح توباني بيبساني لأنه الجوع موجع ما بدي تهز على الكرسي باني إذا جاع البحر بصير يبلع جزر وشطوط وحصون وعلالي إذا جاع السيف بصير يقطع الراس وما بيترك راس عالي وأنا من لعبة الإيمان بشبع تأثر جوعتك جوعت حد حتى شبعت جوعت حالي بس بطل المعروف ينفع وجعت بغربتي خذت العذابي بساعتها قبل ما الفجر يطلع بترك هلا لازم الفطراني وسبع جوعان عامتنا برجع تكسر جوعتي بغزي المنابر وباكل كل شعراء ارتجالي إذا جاع البحر بصير يبلع جزر وشطوط وحصون وعلالي وإذا جاع السيف بصير يقطع رقاب وما بيترك راس عالي وأنا من اللعبة بالإيمان بشبع لحتى شبعت جوات حالي بس البطل المعروف يدفع وجعت بالمحجر خذ العدامي بساعتها قبل ما الفجر يطلع الدشر هالمداخل افتراضي وصدح جوعان عالمنا برجع لست الجوع تحكم على المنابر وباكل كل شعر الرجالي تكوي إقلالي كثر منه بكلامي وهج حالي صرت لو لابستني بقول رتي بيتفرغ العشاطي ميالي الله يجري يسمعها تكوي إقلالي وكثر منه بكلامي وهج حالي صرت لولا بستني بقول ربي بيتفرغ عشاقي ميامي انا نسر اللي حدثت بدي تعبت غفوتي بليل السلامي طعمت البرق وعملت وانخدتي وسحبت الغيب وفلشت وحالي
عن سكون جدي وطلعوه وعلوا لي من ايامي محمد مصطفى جميل وينكسي على من كبر اسمي واحترامي والتقلول كان قلبه يهدي عكسه كل ما يوقف امامي والزبالك وراي عم تودي لاني غير نقشي وغير خامي عندك حلم تقعد هيك حدي تكبر اسمك وتاخد علامي لانه تعرف اليوم التحدي انا بذكر وانا بكسر اذاني كنت باري خليل وكون جدي وطبيعي وابو علي وايمن ايامي ومحمد مصطفى جبين وينادي على من كبر اسمي واحترامي والزغلول والزغلول كان قلبه يهدي عكسه كل ما يوقف امامي ونزبالك وراني عم تودي لاني غير نقشي وغير خامي عندك حلم تقعد بس حدي تكسر اسمك وتاخد علامي لانه الطارق بيوم تحدي انا بذكر وانا بكبر اذاني الله وكرامة اعزتني فتحت يدي والتزمت وجيت اوفي بالتزامي وغررتك بالصداقة وبالمودة وعطيتك نص جهدي واهتمامي وقبلتك بالتحدي تكون ضدي تنهي الامر بالدور الختامي واذا تطلب تحدي بعد مدتي الله لا يعلمني الامانه اذا ما بعلمك فعل الندامه